ذات مرة في قرية هادئة تقع على ضفاف النهر، عاشت هناك امرأة حكيمة كانت معروفة على نطاق واسع بطبيعتها اللطيفة وقدرتها الرائعة على إيجاد السعادة في أبسط الأشياء. عاشت المرأة الحكيمة في كوخ صغير محاط بالحدائق الخضراء التي كانت تعتني بها بعناية. غالبا ما كان الناس يأتون للبحث عن حكمتها، وكانت دائما على استعداد لمشاركة أفكارها. في إحدى الأمسيات، بينما كانت الشمس ترسم السماء بألوان برتقالية وأرجوانية، تسلل شاب إلى حديقة الإمرأة. لقد سمع شائعات عن الحكمة وأعتقد أنها يجب أن تمتلك كنوزا ثمينة. كان يتجول في الحديقة بحثا عن شيء ذي قيمة، لكن لدهشته لم يجد سوى جمال الطبيعة وألحان النهر الهادئة. شعرت الإمرأة بوجود المتسللين، اقتربت منه بهدوء. انزعج الشاب عندما رآها خوفا من أن يتم القبض عليه متلبسا. ابتسمت الإمرأة وقالت: مرحبا بك يا صديقي، يبدو أنك أتيت للبحث عن شيء ثمين. لسوء الحظ ليس لدي ثروات مادية لأقدمها، لكن لدي شيء آخر قد يكون ذا قيمة بالنسبة لك. كان اللص في حيرة لكنه مفتون، سأل بحذر: ماذا تقصد؟ ووجهت الإمرأة نظرها نحو السماء حيث بدأ القمر في الارتفاع، وألقى الشاب وجهه اللطيف على العالم. قالت: لا أستطيع أن أعطيك الهواجس الدنيوية، لكن أستطيع أن أعطيك جمال هذه الليلة المقمرة. نظر الشاب إلى الإمرأة وتأثر قلبه بكلماتها، وتساءل في حيرة: ولكن كيف يمكنها أن تعطيني القمر؟ ضحكت الإمرأة بهدوء كما لو كانت تشارك سرا. قالت: أغمض عينيك، تنفس بعمق، ودع عقلك يتحرر. فعل اللص كما قالت، وعندما أغمض عينيه شعر بإحساس من الهدوء يغمره. وعندما فتح عينيه مرة أخرى رأى القمر بطريقة لم يراها من قبل، وكأنه كنز لا يقدر بثمن، هدية من القمر. تراقصت أشعته الفضية على سطح النهر وخلقت طريقا متلألئا يؤدي إلى الأفق. تحجرت الدموع في عيون الشاب، همس بصوته المليء بالامتنان: شكرا لك. أجابت المرأة بابتسامة دافئة: على الرحب والسعة. تذكر هذه اللحظة، جمال القمر، السلام في قلبك، احمل هذا معك، وربما تجد أن كنوز الحياة الحقيقية لا تكمن في أننا نستطيع أن نأخذ، بل في أننا نستطيع أن نعطي ونقدر. لقد غادر اللص حديقة المرأة في تلك الليلة ليس بالبضائع المسروقة، ولكن بقلب مليء بالعجب وفهم جديد للجمال الذي يحيط بنا كل يوم. ومنذ ذلك الحين اختار طريقا مختلفا، ساعيا إلى عدم الأخذ من الآخرين، بل إلى العثور على الثراء داخل نفسه وفي العالم الذي يعيش فيه. لقد رأيت في الحياة وفي حياتك السلام الداخلي ونكران الذات والاعتراف بأن الهدايا الأكثر أهمية لا يمكن سرقتها أو شراؤها، ولكنها موجودة في الروابط التي تصنعها. قدر الجمال من حولك وأظهر اللطف للآخرين.